النهارده الوزير كامل، الوزير محمود شعراوي، الوزيرة إيناس عبد الدايم، ثلاث وزراء النهارده في مؤتمر صحفي اطلاق مشروع وصفوا الوزير كامل المشروع العملاق لخدمه اهالي المنصوره. اهالي المنصوره زي ما حضراتكم عارفين، او المنصوره او معظم الدلتا، وسط الدلتا تحديدا، احنا عندنا في الصعيد عندنا صحراء، ظهير صحراوي. فلو عايز تعمل مدينة سواج جديدة تعمل قنا، تعمل وهكذا. في الدلتا لا، مفيش أراضي زراعية، وبالتالي أنت مش ممكن هتيجي لو عايز تعمل مشروع تيجي على أرض زراعية، مينفعش. احنا بنمنع أي حاجة دلوقتي تقترب من الأرض الزراعية. وزارة النقل عندها السكة الحديد، عندهم أرض، عندهم أراضي في كل حتة ما شاء الله يعني، ولو باعوها هيجيبوا مئات المليارات. اه والله بكلمكم بجد، ده عندهم حاجات بتاعت سكه حديد وخامات وحاجات مرميه بقى لها عشرات السنين تجيب فلوس كتير قوي، وبيبيعوا بصراحه الحاجات دي. فالارض كمان اللي عندهم تعمل مليارات اكتر من الاوقاف. وبالتالي الوزير كامل طبعا سيادة الرئيس ادى توجيه انهم عايزين نعمل ايضا كورنيش، او نعمل مش كورنيش، منصوره عندها النيل طبعا ومدينه المنصوره الجميله، ممشى أهل مصر زي اللي موجود في القاهرة واللي موجود في باقي. فهتعمل إيه؟ تعمل عد، فتاخد أرض من وزارة النقل، هيئة السكة الحديد، عشان تعمل أماكن تنمية للناس. عايز تعمل حاجات بالثقافة، حاجات تخص التنمية المحلية، وحدات معينة، خدمات معينة، عدد من المشروعات المهمة اللي تتعمل لخدمة أهالينا في المنصورة ومحافظة الداخلية. وهل منصورة عايز تعمل مركز ثقافي يليق، عندنا أدباء وفنانين وعلماء من الدقهلية ومن المنصورة يكونوا موجودين. ما ينفعش مدينة زي كده ما يبقاش موجود عندهم مركز ثقافي كبير يتكلم عنهم وعن حتى العلماء هم وأشهر يعني نجومنا وفنانينا موجودين من الدقهلية ومن المنصورة. فالنهاردة كان هذا التحرك اللي حضراتكم بتشوفوه كده، عرض لبعض النماذج المشروعات اللي هتتم في هذه المنطقة. فخدوا أرض، خد أرض من السكة الحديد، ولو حتة أرض تابعة التنمية المحلية هناخدها ونضيفها لديت، وبالتالي نعمل هذا المجمع وهذه المناطق الكبيرة لخدمة أهالي المنصورة. ما الناس محتاجة نفس. آدي المكتات اللي معروضة قدام حضراتكم، ده اللي هيتعمل في مدينة المنصورة الجميلة. وكل التحية لأهالينا في محافظة الدقهلية وأهالينا في المنصورة، والمشروعات اللي بتتعمل تحيا مصر وغيرها مشروعات كبيرة جدا لخدمة أهالينا في محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة تحديدا. ماذا قالوا سادة الوزراء النهاردة وكمان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في هذا المؤتمر؟ نتابع. بحضور وزيري التنمية المحلية والثقافة ومحافظ الدقهلية، عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة. أعلن خلاله الوزراء عن المشروع العمراني والسكني تحيا مصر المنصورة، والذي سيقام على مناطق مهملة وغير مستعملة تابعة لهيئة السكك الحديدية بالمدينة. انت عارفين ان كل مدن الدلتا زي المنصورة وزي طنطا وزي وسط الدلتا كلها محاطة بأراضي زراعية ومخنوقة من الهز ظهير صحراوي، فالتوسع فيها بيبقى دايما على حساب الأراضي الزراعية. فلما يبقى الدولة وده توجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا كحكومة ندور على كل الفراغات المتاحة والغير مستغلة والغير مشغولة في ومملوكة للدولة اساسا، ونعمل فيها مشروعات اسكان لصالح ابناء المدينة او لصالح ابناء المحافظة، ده توجه وده امر احنا واخدينه كحكومة وبننفذه، وده ان شاء الله اول هدف. الهدف الثاني اللي بيليه وهو ان احنا نستغل الاراضي الغير مشغولة والمملوكة للسكة الحديد اساسا، ومعاها بقى ان كان في حتة ارض المحافظة جنبها فاضية
ولا حاجة عشان نعظم قيمة المشروع. كل الناس زي ما بتقول ان ليه ما بتعظموش دخل السكة الحديد سواء من بيع الكهنة او استغلال اراضي السكة الحديد. اهو بنقول لكم احنا عينينا على كل حاجة، بنستغل كل شبر فاضي غير مشغول وغير مطلوب للتشغيل في اراضي السكة الحديد، بالاضافة طبعا لباقي المصادر عشان نعظم من دخل السكة الحديد، عشان ما نعتمدش في كل حاجة في مشروعاتنا وتطويرنا والخطة الطموحة اللي انتوا شفتوها اللي احنا مستهدفينها ننفذها في السكة الحديد، ما نعتمدش في كل حاجة فيها على ميزانية الدولة للمشروع. المشروع ده مشارك فيه التنمية المحلية في المحافظة، مشارك فيه وزارة النقل باعتبار ان هي مالك جزء كبير من الارض والفكر فيها، الجزء الاخر من قطاع الاعمال ووزارة الاسكان، كم وزارة متداخلة مع بعض، وزارة الثقافة كم وزارة مع بعضها مشتركة مع بعض. محدش قال ان المشروع ده بتاعي، محدش قال ان المشروع ده بتاعك، المشروع ده بتاع حكومة بتاع دولة. كل داخل زي ما قال سيادته كده ان احنا المشروع بيبقى فيه استثماري، لكن هو فعلا بلا شك، وزي ما هنسمع ان المشروع ده مفيد جدا 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 لأهل المنصورة، واعتقد يعني المشروع ده احنا نتمنى تنفيذه في محافظات اخرى مماثلة. يقام المشروع بمشاركة مختلف أجهزة الدولة وبالتنسيق فيما بينها لرسم المحاور المرورية وإدخال كافة المرافق للمشروع، وسينفذ المشروع عدد من مستثمري محافظة الدقهلية. المنصورة الحقيقة فيها كم من المثقفين والفنانين، وزي ما معالي الوزير ما قال فنانين مصر العظام ومثقفين مصر العظام هم من المنصورة، فإحنا بالنقاش مع معالي الوزير بإذن الله بنوصل لحلول للتنسيق بما يخص قصر الثقافة، وده شيء عظيم ان هو يكون موجود في وسط هذا المشروع العظيم بإذن الله اللي هيكون اكيد إضافة كبيرة للمنصورة. يمكن احنا حافظنا على كل الاماكن اللي موجودة سواء قطع الاراضي الخضراء او حتى الجزء اللي فيما يتعلق بالثقافة، وتم إضافة ممشى اهل مصر في نطاق محافظة الدقهلية يمكن بطول حوالي كيلو 650 متر يكون متنفس لأهالي مدينة المنصورة على النيل الموجود هناك، يمكن هو العرض بتاعه بسم الله ما شاء الله كبير يسمح بده. بشكر تاني الفريق كامل ووزارة النقل على المشروع، ويمكن في جزء كمان احنا يعني مفروض نقوله هو خلق فرص عمل من خلال هذا المشروع العملاق، ان انت بتخلق فرص عمل وبتشغل الناس وبتشغل المقاولين وبتدي فرصة وجود حياة مختلفة وحياة جديدة لأهالي المنصورة من خلال الأماكن الموجودة. إن شاء الله يبقى مشروع بالخير على محافظة أهلية ومحافظة المبدعين، وشكرا لكم فندم. احنا عندنا حقيقة أربع مواقع، موقع في مدينة المنصورة في نطاق حديقة الهابي لاند، وده جزء مطل على النيل بوجهة جميلة جدا، زائد موقع تاني في مدينة طلخة برضو مطل على النيل، كل دي أراضي تتبع السكة الحديد. ثم عندنا في داون تاون المنصورة أو في قلب المنصورة منطقة اسمها أرض الفرنساوي، ودي فيها جزء يتبع السكة الحديد وجزء آخر يتبع قطاع الأعمال، تم الدمج بينهم وهيتعمل عليهم مشروع واحد. ومنطقة رابعة هي منطقة اسمها التلاجة، فيها أرض برضو تبع السكة الحديد هيتم عليها مشروع تجاري إداري سكني. توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف أجهزة الدولة لدراسة مشكلات المحافظات وتطويرها عمرانيا بما يتماشى مع احتياجات السكان بها، وسيتأتى هذا التطوير تباعا خلال الفترات الزمنية القادمة. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.